I go to school 5 days a week. ممكن تقولي every day. Every day. أو تقولي I usually أو always go to to school. أو ممكن تقولي I go to school seven أو خلينا نقول five times a week يعني خمس مرات في الأسبوع. How often معناها كم مرة وبنجاوب باستخدام ظروف التكرار. يا أستاذ أحمد متأخر ليه؟ معلش يا مستر بس التليفون كان صامت. ماشي أنا هاجي أعمله لك إن شاء الله عام بعد كده. أوكي في ميعاد الحصة يا أحمد اعمله يا أحمد ما ينفعش إيه؟ ينفع احنا عندنا حصتين في الاسبوع يعني هتضيع نص الحصه ونستنى ونعمل ما ينفعش كده نلتزم بالمواعيد يا شباب. افتكر عملنا ده وبقيه اللي ما عملناهوش كان موجود في ال طيب في اسئله احنا ما بنعرفش نعملها في الهوم ورك زي مثلا التصحيح علشان انا بحب الهوم ورك يكون آلي ما ارجعش اصححه مره ثانيه لان الناس كلها كل واحد بيبعت في وقت فانا بخليه آلي عشان حتى لو انت اتاخرت في حله ما ارجعش انا اصححه مره ثانيه. طيب نمبر 1 في ال correct read and correct who can answer number 1 احمد خالد hello احمد okay I take long time it to go to school taxi My horse is 4 hours. عايز تصحيح كلمة away. المفروض تبقى ازاي؟ ايه؟ تصحيح كلمة away. Always. لا هي معمولة away. كلمة يا أحمد كلمة مكتبة يعني. مكتبة library. Library مادة دراسية. مادة دراسية subject اوكي طيب صح مين يصحح away يا بنات كلمة away صح هيبقى ايه me who was talking حنين yes yes for away for مكتوب for away right way without a without the first a only way يعني نشيل way طيب حد عنده بس هتبقى لو جاي يس يس لو جاي واتس بيكول لو جاي مش لو جاي بتتكلم ثواني يا حنين انا قلت اجابتك لو جاي واتس يور انسر لا خلاص يا مستر طيب الاجابه هنا لو اي حد عدى على عليها في المذاكره هيلاقيها ويعرفها بسهوله لانها كانت موجوده كلمة واي وكلمة أواي تفضلوا أهي أواي واحدة معناها بعيدا ودي اللي بتيجي بعد كلمة فار فار أواي لكن أواي كلمتين يعني طريق يبقى التصحيح ده هنا التصحيح نخلي أواي كلمة واحدة A way ما نبعدش الـ A عن الـ W ها عرفتوا السؤال عايز ايه؟ طيب نمبر 2 أروى سمعينا صوتك يا أروى نعم يا مستر نمبر 2 we Often buy English books on the library. In the library. Buy دي. Buy دي نخليها ايه؟ نخليها احنا بنشتري كتب من المكتبة؟ ايوه. لا المكتبة اللي هي للقراءة ما بنشتريش منها، بنشتري منها. لا بنقرأ. ايوه انا عايز كلمة نقرأ، يعني ايه نقرأ؟
read. Read أو borrow. Read أو borrow. We borrow or we read books from the library. Type, my father always drives me to school, drives me to school in his car. My father always drives me to school in his car. المفروض drives دي تبقى ايه؟ مين عارف؟ drive هي drives صح من غير ما اقول in his car، يعني drives me to school بيوصلني للمدرسة، لكن لو عايز استخدم in his car بدل drives اقول ايه؟ اقول takes me to school، يعني بيوديني للمدرسة، بيأخذني إلى المدرسة in his car. لكن ممكن أقول drives me to school بس بدون كلمة in his car. طيب هنكمل عندنا النهاردة إن شاء الله grammar اللي هو ظروف التكرار واستخدامها مع المضارع البسيط، وبعدين هناخد unit lesson 3 مع الكلمات بتاعته. طيب ظروف التكرار دايما بنسأل عنها بكلمة how often. How often يعني كم مرة، وممكن أقول how many times. كم عدد المرات؟ لو أنت بتعمل الحاجة دي دايما بلا توقف، يعني ما بتفوتش أيام ما تعملهاش، فأنت بتستخدم always. لو بتعملها بشكل يعني أقل شوية تبقى usually، أقل شوية often أو often، نص نص يعني مش دايما خليها sometimes. لو ما بتعملش الحاجة دي أبدا never. لا تستخدم مع never كلمة not، يعني أقول I don't go to school لكن أقول I never go to school. مكان ظرف التكرار دايما بيكون قبل الفعل الأساسي. I always go to school. She never, Sally never gets up. He usually plays football. شايف مكان الفعل فين؟ بعد ظرف التكرار. مكان الفعل دايما بعد ظرف التكرار. Ola sometimes goes to school by bus. We usually play football. مع هي وشي وإت بنضيف للفعل إس مضارع بسيط. Gets, plays. لو عايز تنفي تجيب does, doesn't. ولو جبت does جيب بعد الفعل مصدر. لكن لو ظرف التكرار جاي معاه verb to be اللي هم am و is و are، يجي الفعل يجي ظرف التكرار بعد ام واز وار. هنا الفعل بلاي ظرف التكرار جه قبله، هنا الفعل ار ظرف التكرار جه بعده. يعني مثلا ممكن يقول لك في صحح الخطا they usually are، يبقى تصحيحها ايه؟ they يا مستر، لو قلنا في تصحيح الخطا they usually are ايه؟ We are. They are. Usually. They. مستر. أيوة عبد الرحمن. عيد الشرح يا مستر، لسه داخلنا. إحنا لسه بادئين، خليك معايا بس واسمع. تمام. كنا بنحل بس الـ exercises وبدأنا لسه في الشرح. بنقول يا شباب عندنا ظروف التكرار هي always, usually, often, sometimes, never. ودول بيدلوا على تكرار حدوث الفعل. لو التكرار ده كتير ودايما بعمل هذا الشيء يبقى always. أقل شوية usually. أقل شوية often. نص نص sometimes. ما بعملوش خالص أستخدم never. في نقطة، إمتى نزود للفعل إس في المضارع البسيط وإمتى ما نزودش إس؟ قلنا بنزود إس مع هي وشي وإت والاسم المفرد زي علا سالي، ولا نضيف اس مع اي ووي
وذاي والاسم الجمع. طيب ادي نقطه. النقطه الثانيه، مكان ظرف التكرار في الجمله قبل الفعل العادي. يعني عندنا فعل زي plays او play، اقول usually play، usually plays، always play، always plays. لكن لو الفيرب ده اللي موجود هو am او is او are، يوضع ظرف التكرار بعده. يعني اقول usually play، لكن is usually، is never، are sometimes. ها النقطة دي واضحة؟ واضحة النقطة دي يا جماعة؟ مستر. أيوة يا مستر. أوكي تمام. لو حد عنده أي استفسار أو حاجة مش فاهمها، على طول يفتح المايك ويطلب إن أنا أعيد نقطة معينة. يعني ما يسيبنيش أشرح مثلا ربع ساعة وبعدين يقول لي لو سمحت يا مستر عيد، أنا مش شريت كاسيت عشان أقعد أعيد. أنت دايما وأنا بشرح النقطة اللي ما تفهمهاش وقفني وقول لي لو سمحت عيد النقطة دي. مش أشرح فترة طويلة وبعدين حضرتك تقول لي عيد، لا ما ينفعش. طيب هنا كلمة how often، قلنا how often معناها إيه؟ حد فاكر؟ كم مرة، كم مرة أو كم عدد؟ كم مرة أو كم عدد المرات؟ دايما وإحنا بنسأل بـ how often نجيب بعدها do أو does وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. يعني لو سمعنا كده مثلا أروى، اقرأي كده يا أروى السؤال ده. أروى. نعم how often do Akeyu Akeyu and her brother walk to school. Walk. Walk to school. طيب جاوب يا عبد الرحمن. اللي سامع كويس وناديت اسمه يجاوب على طول لو سمحت. عبد الرحمن. يا مستر. اتفضل. في أي واحدة يا مستر؟ يعني أنت مش معانا، في أي واحدة يبقى أنت مش معانا. معاك يا مستر. لا معايا تنتبه وتخلي بالك من الشاشة، إحنا هنا. هي قالت السؤال وأنا بقول لك قول الإجابة. زي never walk to school. Good. السؤال how often do a Kay and her brother walk to school؟ الإجابة they never walk to school. طيب أحمد اقرأ السؤال ده. How often does your mother help you? اسمع حنين. She sometimes helps me. She sometimes helps me. الجملة الأخيرة دي she sometimes helps me، يا لجيني لو عايزا فيها أقول إيه؟ لجين معنا؟ مع حضرتك. آخر جملة she sometimes تبقى يا مستر she sometimes helps me. هي الجملة دي إثبات، عايزها نفي. she sometimes helps me. خلينا نفي. هتبقى she sometimes help you. she sometimes helps me. أنا عايز أنفيها. فين الكلمة هنا اللي بتقول إن الحاجة دي ما بتحصلش ولا مرة، بتحصل بنسبة صفر؟ نيفر صح؟ اه طيب شيلي كلمة نيفر، شيلي كلمة sometimes وحط نيفر، تقولي ايه؟ she sometimes helps me. شيلي sometimes وحط نيفر، يبقى she never, he never helps me. طيب انا ممكن انفي بطريقة تانية، she sometimes helps me، اقول she doesn't. بعد doesn't تقول help ولا helps؟ help.
She doesn't help. برافو. علشان بعد does دايما 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 ما تنساش الجملة دي. بعد does حط مصدر. She لأن كل الناس بتغلط تقول لك يا مستر she بيجي معاها اس. وجود does بيشيل الاس. يبقى she doesn't help me. يبقى ممكن أنفي بطريقتين. المضارع البسيط أنفي بطريقتين. يا إما باستخدام never يا إما بكلمة don't أو كلمة doesn't. الكتاب الخارجي اللي معانا أيا كان افتحوه على الشرح ده شرح ظروف التكرار أوكي اللي هو نهاية lesson 2 في unit فتحت يا مستر تمام؟ طيب كلنا فتحين ونروح بقى للتدريبات وعنا على التدريبات وعنا على الملخص اوكي فاهمين لسه التدريبات اللي عندي من زي حضرتك انا قلت التدريبات اللي عندك زي اللي عندي انا قلت افتحها على ايه تمام قلت افتحها على الشرح تدريبات مختلفه طبعا انا عايز كتابك مفتوح على الشرح وتحل تدريبات على الشاشه علشان لو حسيتي ان انت مش فاهمه حاجه ترجع لي الشرح اللي عندك في الكتاب اوكي فهمت قصدي اللي هيسمع اللي هيسمع اسمه يفتح المايك ويجاوب وانا مش بمشي بالترتيب علشان في ناس بتسرح فلو سمحت لما ندعي عليك قول على طول ما تقوليش نعم يا مستر ولا اسم مستر ولا تقعد تتكلم لا انت مفروض متابع معايا والشاشه واضحه قدامك وشايف احنا في رقم كام وفي الجمله كام ومنتبه اوكي احمد خالد اوكي امير بليج basketball after school on Friday and Monday, Tuesday and Wednesday. He not played it always. طيب لما يكون واحد بيلعب بعد المدرسة الأيام دي خلي بالك Monday Tuesday Wednesday okay يا احمد ممكن انا اقول لا ثواني يا لوجين ثواني ما تفتحيش المايك ارفع ايدك ماشي بس ما تفتحيش المايك الا ما ترفع ايدك الاول يا احمد دلوقتي دول كم يوم 3 الاسبوع كم يوم 7 طب لو احنا قلنا 3 out of 7 النسبة تديك أي كلمة من كلمات ظروف التكرار؟ تقريباً 50% صح؟ Sometimes. أيوة sometimes. فهمت؟ يقصد السؤال؟ لو 70% من الأيام اللي هم تقريباً 5 أيام يبقى often. لو بيلعب يومياً بدون توقف يبقى always. لو ما بيلعبش خالص يبقى never. Thank you. Okay. أروى number two. مستر. مستر. بدر. مستر أدر does not like flying and he always travels by train. He not travels by plane. إيه. اللي بيسافر دائما بالقطار لا يسافر أبدا بالطائرة. كلمة أبدا. طيب بص في الملخص كده وشوف كلمة أبدا. استنى. never. أوكي. He never travels by plane. طالما هو بيسافر دايما بالقطار يبقى ما بيسافرش بالطياره اوكي ثانك يو حنين نمبر 3 اوكي دينا جو سويمينج اون ثيرزداي اند ساتردي شي جو سويمينج شي يوزوالي يومين يعني كم اقرب sometimes yes sometimes هو في كلمة تانية هم ما جابوهاش اسمها hardly ever
أما يكون الواحد بيعمل الحاجة بشكل نادر جدا، يعني 10% كده، أقل من نيفر حاجة بسيطة. لكن هو هنا جايب sometimes من ثلاثة، من اثنين لثلاث مرات، ده يبقى sometimes أحيانا. أوكي لوجين. تمام يا مستر. إلينا. Elena reads a new newspaper. In the morning, she reads it every day. Sometimes. هو في حاجة في الجملة بتقول sometimes؟ لا. طيب في كلمة every day صح؟ يعني every day دوم كل يوم، يعني نسبة تكرار الفعل كم في المية تقريبا؟ 100%. ايوه 100%، باخد يبقى 100% always. تمام always. هو طبعا في الجملة مش هيقول لك النسبة كم، ده هو هيقول لك الجملة وانت تترجميها وتفهمي. ماشي. طيب number 5 عبد الرحمن. تمام. Our teacher not gives us lot of homework not every day. Of in the mister. يعني not every day. يعني مش كل يوم. حلو. مش كل يوم دي ما تبقاش often. ولا always ولا never، تبقى rarely. يعني ايه rarely؟ نادرا. هو ما بديناش واجب كل يوم، يبقى نادرا ما يعطينا الواجب. not every day. هو طبعا often ممكن يعني، بس يعني ايه ممكن often وممكن rarely، بس ممكن often اقرب كمان شوي، بس rarely تمشي. نادرا يعني مش كل يوم، ودوما غالبا برضو يعني مش كل يوم، الاثنين يمشوا. اوكي نمبر 6 ناخد احمد. اوكي how not do you watch TV before you go to bed. how الكلمة التي تسأل عن تكرار حدوث الفعل adverbs of frequency هي how. how long يا راجل سهلة، ده هو موضوع الوحدة أصلا. how much. طب ما تبص في كتابك كده اللي معاك، موجود معاك كتاب؟ طب مكتوب ايه؟ مكتوب كم مرة أو كم عدد المرات نسأل عنها بإيه؟ how often. ماشي تمام، قلت خلي الكتاب مفتوح علشان لو انا مش عارف، لان القاعده جديده مفروض. لوجين نمبر 7 بسمله always tennis every friday. always هنا سوري بسملة اسمه ممكن اقول شيء مع أيوه. بسملة ازود اس للفعل ولا ما ازودش اس؟ طبعا ما ينفعش اختار بلاينج ولا بلايد، يبقى نزود اس تبقى بلايز، علشان افري فرايداي هنا بريزنت سمبل. ناخد حنين. we space late for school we always go on time. We are never. لأن إحنا قلنا ظرف التكرار بيأتي بعد am و is و are. أوكي ناخد عبد الرحمن. أنا مستر. How often does you have English week?
Does دي خطأ مفروض تبقى إيه؟ Do. تمام. Does والفعل زائد is بيجوا مع شلة الاس اللي هما هي وشي وات والاسم المفرد. Thank you. أروى number two. Does he often goes out in the evening? لسه قايل من شوية لو منتبه معايا does يأتي بعدها go. أيوة مصدر اللي هو go. Does does he often go out in the evening? ناخد حنين number three. He helps always his father. He always ظرف التكرار يأتي قبل الفعل العادي وبعد verb to be. He always helps. Thank you so much. ماشي. نفس الأسئلة دي هشيل إجاباتها وحطها لكم تاني في الهومورك ولو سمحتوا مش عايز خطأ فيها ولو سمحتوا محدش يحل الواجب إلا ما يذاكر كويس لأن أنت ما تكون في البيت ومعاك الملخص وتذاكر وتغلط في خمس ست جمل يعني ده كتير ما ينفعش ما تحلش إلا ما تذاكر. طيب ممكن أسأل على how often بالطريقة دي How often do you walk to school? ممكن تقول I always walk to school. I usually walk to school. يعني تحط هنا كلمة I بدل you وبعدين تمشي بقى وتحط المصدر هو نفسه اللي أنا بسأل عليه وبعدين تكمل. يعني لو خدت كل واحد فيكم وسألته سؤال وهو بدأ يجاوب من هنا أنا هسأل من هنا وهو هيجاوب من هنا حسب ما هو بيعمل الحاجة اللي أنا هسأل عليها يعني نبدأ كده بلوجي مع حضرتك How often do you walk to school? أجاوب يعني؟ أيوة جاوبي من تحت هتقولي I وتختاري ظرف من ظروف التكرار وتكملي اللي أنا قلته I always walk to school. I often walk to school. أي إجابة صح؟ فهمتي ولا أقول تاني؟ طيب جو. How often do you walk to school? I always walk to school. How often do you go to bed at 8:30? حنين Yes How often do you have breakfast with your family? I usually have breakfast with my family. How often do you sit next to your best friend? Also me or someone else? You Okay Can you say the question again? How often do you sit next to your best friend? I usually sit next to her. Okay, thank you. عبد الرحمن. عبد الرحمن. معك يا مستر. How often do you read English books? جاوب إجابة كاملة I always read English books ما تقفلش المايك إلا ما تخلص إجابة استعجل لي على في المايك مش عارف أحمد أوكي
How often do you watch TV in the evening? I always watch TV. In the? In the house. اسمع السؤال هو موجود السؤال وجاوب بنفس الطريقة غير بس التركيب. الهدف من التدريب إن إحنا نعرف كيف نجاوبه في المحادثة. يا أروى hello. نعم مستر. How often do you help in the home? I usually. Usually. Hi usually. Help. إيش من فين جبت هاي؟ I usually help. In the home. يعني أنا بقول لك كم مرة بتساعد في البيت تقولي I usually help in the home. نفس السؤال ده How often do you help in the house? أقول I often help in the house. لما نكون متدربين على المحادثة دي بنحلها بسهولة. سؤال تاني بيقول I always walk to school. يبقى السؤال إيه؟ How often. نفس الحكاية How often do you walk to school? يعني لو احنا عارفين السؤال وعملناه كتير الموضوع هيبقى سهل جدا. How often do you help at home? I often help at home. I usually help at home. I never help at home. لو واحد بقى ما بيساعدش خالص. درس القواعد اللي معانا كان على ظروف التكرار و how to use them وامتى نستخدم الفعل زائد اس وامتى بدون اس. قراءة الأمثلة كتير وحل التدريبات هيساعدنا ان القاعدة تثبت. وزي ما قلت لكم اذا كانت القواعد مهمة فالكلمات اهم بكتير. لان انا ما بجيبش سؤال اقول لك اشرح ولا حاجة. انا بجيب سؤال في جملة والجمل دي مكونة من كلمات. طيب الجزء ده مفهوم ولا في حاجة عايزة تعاد؟ مفهوم. مفهوم يا مستر. أروى ولوجي وعبد الرحمن مفهوم. في حاجة عايزة تعادي عبد الرحمن أو لوجي؟ مفهوم. طيب أوكي. طيب تشيك تاني روحوا على الشات واكتبوا لي إجابة السؤال ده. سؤال إجابته شي always اكتبوه لي في الشات بوكس. انا هخلي الشات دلوقتي خاص يعني الرسائل تصل لي فقط وانتوا اكتبوا اجابه السؤال في الشات. يلا الاجابه بتقول she always cooks dinner. عايز سؤال في خلال دقيقة واحدة بس اكتبوا لي السؤال في الشات. لو الشات مش واصل اختار بعد كلمة تو مستر ضياء أو هوست. تو مستر ضياء أو هوست. حنين تمام بس ليه انت مزودة طيب في حاجة بسيطة بس يا حنين بس الإجابة أوكي تمام فانت مزودة حاجة كده حاول ترجع لها وتشيليها ماشي أروى محتاجين نغير شوية يا أروى لو جاي لا 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 بعيد أولي تكذب إيه مستر؟
بعيد اللي انت كاتباه ده بعيد ليه كده؟ فين فين اللي انت كاتباه ده؟ انا قلنا لا لو جاي لي لا خالص بعيد. انا قلت لك لما نيجي نسال نسال بايه؟ لسه عاملين سؤال دلوقتي نفس السؤال عاملينه بايه؟ والسؤالين اللي في المحادثه موجودين ازاي؟ ليه كتبت اللي انت كاتباه ده؟ طيب احمد خالد برضه لسه فيه. بص في تكوين مستر انا بتاعي غلط. اروى اروى ايوه كلمه واحده خطا كلمه واحده خطأ. طيب هو اولا لما يكون عندي السؤال بيقول she always cooks dinner اسال بها how often زي السؤالين دول صح، واجيب دو او اجيب does. هنا جبت دو لان الفاعل اي، وهنا هجيب does لان الفاعل she وفي اس في الفعل. يبقى أقول، وانا قلت لو استخدمت does شيل الاس، يبقى اقول how often does she cook ولا cooks؟ cook طبعا، يبقى cook dinner. how often does she cook dinner؟ خلاص يا لجين فهمتيها ازاي في كون السؤال؟ طبعا في ناس غلطانه في داز وناس غلطانه في دو وناس غلطانه في كوك وناس غلطانه في كوكس. ماشي، المهم انه لو انت عندك اي اجابه باستخدام ظرف تكرار وما فيش يس او نو نسال بكلمه ايه؟ هاو اوفن. نسال بكلمه هاو اوفن. طيب ناخد سؤال تاني ولا نكمل الدرس؟ ناخد سؤال تاني يا مستر ممكن؟ ممكن، يلا سؤال تاني. سؤال برضو بعدين علي never walks to work. علي never walks to work. يلا كل واحد يكتب لي السؤال. أنا مش حاسس خطأ بقى، نفس تقريبا اللي عملناه قبل كده بس في تعديلات بسيطة. يلا أسرع بقى شوي. يس حنين بيرفكت. وصلت إجابة حنين تمام ما فيهاش أخطاء. يلا يا شباب أسرع. مستر ينفع تقولها لي؟ ينفع إيه؟ ينفع تقولها لي بس؟ أوريك الإجابة؟ لا تقول سؤال تاني عشان بكتب. معلش اكتب ايه؟ انت مش شايف الشاشة؟ لا الإجابة بتقول علي never walks to work. علي never walks to work. مين اللي بتغني دي؟ في المايك حنين. هلو علي never walks to school كتبتها لك في الشات الأساسي، شفتها يا أحمد؟ انت عمل بقى السؤال تحتها.
طيب أحمد خالد أوكي جايين تمام. طيب لسه مين؟ أروى فين يا أروى جبتك؟ لا داز هي مش هي داز. يبقى الإجابة هاو أوفن داز هي مش هي داز، داز قبل هي وبعدين ووك وأشيل الإس. هاو أوفن داز هي ووك تو سكول. Thank you so much. يبقى how often وبعدين do أو does وبعدين الفاعل وبعدين المصدر وبعدين أكمل إجو. والإجابة بتكون زي ما أنتوا شفتوا كده he never, he always, I always, I go. يعني لو عملت السؤال مرتين ثلاثة وقرأته مرتين ثلاثة. مستر. نعم. أول حصة ربي تخلص لأن علي حصة بعدها. إحنا تقريبا يعني 10 دقايق كده كمان. تمام. نخلص بس ال الفوكاب بتاع الليسن ده و هنقف. طيب when we talk about people احنا قلنا we always listen to music, we forget our pencil, we help each other, we wear our school uniform. يعني uniform زي المدرسة الموحد. الحاجات اللي بنعملها في المدرسة يوميا say unkind things نقول حاجات سيئة المفروض never. بنلبس زي المدرسة always ممنوع طبعا نلبس زي تاني. help each other often ما بننساش حاجاتنا never. نسمع المدرسين مفروض always دائما نسمع لي مدرسين. طيب نشوف الكلمات notebook motorbike. طيب انا هعمل حاجه دلوقتي هخلي جزء تسجيل جزء الكلمات لوحده